لكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه استاذ اسامه، انا كان عندي مشكله كنت عايز استشير حضرتك فيها. تحت امرك، تفضل. اوكي، انا عندي 21 سنه. انا كان في واحده هي صديقه عمري، هي احنا كنا جيران من زمان. هي اكبر مني بثلاث سنين، عندها 24 سنه. هي قابلت شاب، هو يعني احنا الاثنين اتعرفنا عليه في نفس الوقت. يعني انا كنت حاسه بسنة اعجاب بسيطه بصراحه، بس انا ما قلت لهاش. بس بعد كده اكتشفنا ان هو معجب بيها، ويعني اتجوزوا. يعني فانا خلاص كان يعني الموضوع بالنسبه لي خلاص، بس انا جوايا كنت يعني لسه حاسه بالاعجاب ده، بس جوايا كل شويه كان بيزيد. وبعدين مع الوقت اكتشفت ان هي مش بتقدر اي حاجه بيعملها بجد يا استاذ اسامه. وبعدين لحد مؤخرا، هي عشان احنا يعني احنا متربيين مع بعض وكده، فهي بتشاركني كل حاجه. فقالت لي ان هي يعني ان هي خانته مع حد تاني، ان هي يعني هي بقت بتحب حد تاني وبتخونه معاها. بس استاذ اسامه، هو يعني البني ادم ده، يعني انا فضلت مع الوقت حاسه مشاعري بتزيد تجاهه بتزيد. هو بني ادم جميل جدا بجد، يعني حلو قوي بجد يا استاذ اسامه. بني ادم يتحط على الجرح يطيب، وهي مش مقدره اي حاجه وبتخونه. فانا دلوقتي الاحتيار اللي انا فيه، انا عارفه ان يعني انا لو قلت له، لو يعني هو عرف ان هو بيخونها، هو ممكن يكون يعني ممكن يكون من نصيبي بعدها. بس في نفس الوقت هي صديقتي، وما اقدرش يعني ما اقدرش اخون سر هي اتمنتني عليه يا استاذ اسامه. بس في نفس الوقت هي مش بتحبه. يعني تخيل يا استاذ اسامه، مره كان جاب لها فلاورز بوكي، وبعدين كان يعني كنا احنا نازلين بعدها، وهي قامت رميه، وبعدين انا خدته وشلته عندي في البيت وكده، عشان بجد حرام. كان جميل جدا، يعني حرام. بس انا مش عارفه اعمل ايه يا استاذ اسامه. طيب، من الواضح انك مهزوزه قوي، صوتك مهزوز. تعالي نفكر بالعقل. قدامنا طريقين، قدامنا سكة السلامة وسكة الندامة. انت تحبي تمشي في اي سكة؟ السلامة. بس هي منين؟ السلامة سهلة وواضحة قدامك. الانسان ده انتوا تعرفتوا عليه انتوا الاتنين سوا، ولكن هو اعجب بيها وحبها هي، وهي حبته، وارتبطوا ببعض واتجوزوا، وهي صديقة عمرك. انت جواكي اعجاب جوه الانسان ده، جواكي عجاب للانسان ده. طول ما انت قاعده بتفكري في الانسان ده، طول ما اعجابك او الاعجاب بيه بيزيد جواكي، ويتبني جواكي حلم كبير، جبل انت اللي بتبنيه. لان اعجابك عمال يزيد ومش شايفه قدامك غيره. المشكله كمان ان صديقتك اتصرفت تصرف غلط. التصرف الغلط ده خلاكي في حيره. أنا دلوقتي ممكن أحصل على الإنسان اللي أنا بحبه ده لو قلت له إن مراتك بتخونك، وفي نفس الوقت جواكي صراع إن أنا مش عايزة أخون صاحبتي اللي أنا متربية معاها، اللي هي صاحبة عمري، وأفشي سرها. وجواكي صراع تاني إن الراجل طيب قوي ويتحط على الجرح يطيب، فصعبان عليكي. فانت يا تروحي سكه الندامه وتروحي تقولي له الحق مراتك بتخونك، وتبقي خسرتي صاحبتك، واحتمال كبير جدا كمان تخسريه مش هيرتبط بيكي. يا تروحي سكه السلامه وتصلحي صاحبتك. بس يا استاذ اسامه، هي ما بقتش بتحبه، يعني هي مشاعرها كلها بقت موجهه لبني ادم، يعني لشخص اخر. اصلحي وانصحي وقولي الكلام اللي يمليه عليكي عليه ضميرك، الكلام اللي لما تقوليه تبقي حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك وراضي جدا عن الكلام اللي انت بتقوليه، وحاسس ان انت بجد بتقولي الكلام اللي فيه المصلحه والكلام الخير، ان انت ما لعبتيش دور الشيطان النونو اللي خربها وقعد على تلها. لا،
انا هلعب دور الانسان اللي عايز يعمل خير. انك تتكلمي مع صاحبتك وتقولها بص يا بنت الناس، انت بتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة غلط، انت بتخوني، انت كده هتتحولي الى انسانة سمعتك وحشة، لو جوزك عرف وطلقك هتبقى مصيبتك بجلاجل، واللي بتخوني جوزك معاه ده ولا فرقة معاه حاجة، ولما تشوفي الدنيا ماشية ازاي وتشوفي هي تصرفاتها عاملة ازاي على هذا الاساس هتبتدي تاخدي قرارك. ان كنت هتبتدي تستمري مع صاحبتك دي كصديقة او تحسسيها ان انا ممكن اقطعك وممكن ابعد عنك طول ما تصرفاتك وسلوكك غلط كده، انما في نفس الوقت لازم تبعدي تماما عن الراجل تماما، لان اي كلمة موجهة ليه يبقى انت خربت بيوت وبتخربي البيت وبتخوني العشرة وبتخوني الصداقة وبتخوني كل حاجة، وبالتالي الراجل مش هيتجوزك اكراما ليكي، الراجل عمره ما هيتجوزك الا لو كان بيحبك. وفي نفس الوقت كمان لازم تشيلي من جواكي احساس الاعجاب بهذا الشخص، لانه هو لا اول ولا اخر واحد في الدنيا، ده انسان متجوز صاحبتك الانتيم، وانت لو هتعملي خير يبقى تصلحي، انما لو عايزه تعملي شر ويتحسب لك شر يبقى تهدي.